وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد صديق في ضيافة البيت الكبير. يواصل المارد الأحمر تحضيراته لمباراته المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، ويسعى كولر وكتيبته لمواصلة الانتصارات وحصد كل النقاط في مبارياته المتبقية بمسابقة الدوري للوصول إلى قمة الترتيب والحفاظ على لقبه. أعلن نادي شختار دونيتسك الأوكراني ضم علاء غرام مدافع نادي الصفاقسي والمنتخب التونسي بعقد يمتد حتى عام 2029، وتعد تلك التجربة الأولى في الاحتراف الخارجي لمدافع الصفاقسي البالغ من العمر 22 عاما. يواصل نادي أولمبيك مارسيليا مساعيه للتعاقد مع الدولي الجزائري محمد بشير بلومي نجم نادي فرنزي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويسعى الفريق الفرنسي لتعزيز خط هجومه وتلبية مطالب المدرب الجديد للنادي روبرتو ديزيربي من أجل تقديم عروض جيدة وإحراز نتائج طيبة خلال الموسم القادم. اختتمت منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، حيث تصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وانفرد منتخب إسبانيا برقم مميز بعدما استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث، وتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة، كما تصدر منتخب النمسا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، وتصدر منتخب رومانيا المجموعة الخامسة، وتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة. حدد نادي برشلونة الإسباني يوم 10 يوليو المقبل موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في المدينة الرياضية بأول مران جماعي تحت قيادة المدير الفني الجديد هانز فليك، ويأتي موعد انطلاق فترة إعداد برشلونة قبل 4 أيام على انتهاء يورو 2024 و5 أيام على انتهاء كوبا أمريكا 2024، وبالتالي سيتخلف عن بداية المعسكر وفترة الإعداد والاختبارات الطبية جميع لاعبي برشلونة الدوليين. كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا عن موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ومانشستر يونايتد حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي فإن مباراة كأس الدرع الخيرية ستقام يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي. يتصدر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال قائمة نجوم سجلوا في أكثر من نسخة بتسجيله في 5 نسخ سابقة لبطولة اليورو، رغم أنه لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال النسخة الحالية، وكان النجم الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد نجح في تسجيل هدف على الأقل في 4 نسخ من بطولة أمم أوروبا بعد تسجيله هدف منتخب بلاده في شباك إيطاليا. خرج برناباس فارغا نجم منتخب المجر بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه نتيجة اصطدامه بحارس مرمى اسكتلندا في مباراة منتخبي البلدين في يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا. أهدى نيكولاس فولكروغ نجم منتخب ألمانيا مشجعا قميص المنتخب بعدما تسبب بالخطأ في كسر يده أثناء الإحماء في لقاء اسكتلندا في يورو 2024 المقام حاليا في ألمانيا، وتعرض المشجع كاي فلاثمان لكسر في يده اليسرى خلال تلقيه كرة قوية سددها فولكروغ في عمليات الإحماء. يعقد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اجتماعا هاما مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لبحث استضافة ملعب سانتياغو برنابيو نهائي كأس العالم 2030، وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك منافسات بطولة كأس العالم 2030، وهي النسخة 24 من المونديال بحسب تقارير صحفية.